الله، برافو برافو. حليم الخطيب، الفنان الأردني الرائع، أنا بسميه صاحب الأنامل الذهبية وعازف القانون الأردني اللي بنعتز فيه ونفتخر، راح يكون ضيفنا اليوم بالفقرة الفنية. وألكساندرا راح تشوف، شافت القانون الآن. شفت القانون على القرب، دائما الصبح بتحكي بدها تشوف القانون. هذا هو القانون. صباح الخير حليم. صباح. يعني كيف بتشوف القانون، هاي الآلة الشرقية اللي يمكن لها شجن غريب عن كل الآلات الشرقية، علاقتك معها وكيف بلش مشوارك؟ شوف، أنا بلش مشواري أول شيء من أنا كنت صغير، بلش الموهبة طبعا وبلشت على آلة العود. يعني هي آلة العود، أنا بلشت بالآلات الشرقية، خلينا نحكي آلاتنا العربية الأصلية الأصيلة، وبلشت مع آلة العود، تمكنت من شوي من آلة العود، تمكنت من المقامات الشرقية، تمكنت من يعني الموسيقى بشكل عام، صار عندي خلفية منيحة، لأنه القانون يعني كمان آلة بدها شوي يعني حس حنية، لازم يكون عندك يعني خلفية موسيقية ويكون عندك حس كمان موسيقي شوي، لأنه هي عندها 78 وتر وبتحتاج لتيونينج، لازم يكون الواحد عنده دان نظيف عشان يعزف هاي الآلة، لأنه بدون تيونينج بيطلع الصوت مو حلو كمان. صح. أنا هسه كنت بدي أسألك، لأني عم بشوف قديش في أوتار كتير، كنت أقول لك أكمل وتر، ف 78 وتر مش سهل، يعني إحنا بنشوف دائما العود أوتاره كتير أقل، بالضبط 5 أوتار العود، يعني إنه عدد أقل للتيونينج ولا الدوزان، فالقانون آلي شوي صعب ومعقد، وكمان في عندك هون بدك هدول العرب بنسميهم أساس، كمان بدك تغير المقامات والسكيلز والأشياء. هلا هدول الحدايد هم اللي بشدوا يمكن الوتر هدول احنا هون بشد الوتر، هدول اللي هم المفاتيح الدوزان، بس هدول اللي هم بعتمد التكنيك عليهم اكثر. التكنيك انا استوقفتني العرب، يعني العرب في الغناء يمكن موجوده، نعم. موجوده في الموسيقى، هي بالضبط هي اللي بتكون الان. الصبح كنا نحكي بالقانون وبنحكي قديش هو مرافق الموال العربي، بالضبط، يعني بتحس الفنان اذا بده يدخل او المغني على المسرح بعطوه وصله موسيقيه من القانون حتى بتدخله بالمود، بعطوه تقاسيم، يعني تقاسيم اللي هي تقاسيم موسيقيه. انا يعني مش راح افلتك اليوم بدون تقاسيم. طيب اكيد. هلا هي طبعا هلا من الالات، هي تعتبر آلة سولو بالموسيقى الشرقيه، يعني هلا لازم كل مطرب، لازم يعني اغلب المطربين، يعني لما نحكي بالاغاني الشرقيه تبعتنا، لازم يكون في مصاحبه القانون العود والناي. نعم. آلات التخت الشرقي لازم تكون مكتملة، أساس كمان إنه المغني إنه يأخذ، خلينا نحكي المود، اللي يأخذ الإحساس الكامل من الآلات، لأنه هي آلات تعتبر تقاسيم، هي كمان آلات، يعني خلينا نحكي الآلة نفسها بتغني كمان. نعم. صح. يعني آلة العود، إذا بدي أسأل هيك، يعني أنا كمان حابة أتثقف موسيقيا. حليم، يعني أكثر إشي بتشوفها بأي موسيقى غير الموسيقى، هلا ممكن تتدخل بالموسيقى الغربية آلة القانون؟ هلا أنا بعزف مع موسيقيين فرنسيين في فرنسا، عندنا تريو سفر، هلا نحن هناك بنعزف معزوفات، يعني مقطوعات موسيقيه ممكن تكون اوروبيه، يعني بشارك مقطوعات اوروبيه، بيطلع الصوت كثير حلو. الحس بيطلع كثير كمان قريب منهم، يعني ما بعزف بالحس الشرقي لانه ما بيقدروا يفهموا مقاماتنا الشرقيه البحته. صح. لكن تقدر تستخدم آلة القانون بانك بالزبط. تطلع حس نوعا ما بيشبه موسيقتهم، يعني الحس اللي بخليهم هم يحبوا الآلة، وبعد الحفله بيجوا فعلا كل اغلب الناس عم يعني بيجوا بيسالوني ايش اسمها هذه، من وين الآلة، من كثير صوتها حلو، كثير يعني بنبسطوا كثير لما يسمعوا الآلة. الانتشار العالمي للآلة بتحسه لسه ما اخذ مجده والله لسه ما اخذ مجده، لانه كمان بيعتمد على نفس العازف، يعني كمان العازف نفسه هو يعكس الصوره كثير، يعني عشان هيك انت اليوم هون. سلام. يعني انا بدناش نحكي كثير، بدنا نسمع اكثر. طيب. والتقاسيم، يعني انا حابة اسلطن معك الصبح، خلينا نسلطن مع بعض. حابب يسلطن. كل اللي بالجلري وكل الشباب. طيب بصير نسلطن شوي مع بعض. Thank you.
الله الله عليك. الله هيك الواحد بحس بهدوء اعصاب، هيك بيسمع موسيقى بحس انه عن جد التيست خلينا نقول والتذوق الموسيقي تبعه بيتحسن، هيك بتنضف الودان على قول المصريين. حليم حكيت لنا قبل الهوى عن السيرك اللي شاركت فيه بكندا، يعني شو دخل القانون بالسيرك بكندا؟ هذه كانت الصراحة تجربة، يعني أول مرة يعني بخف هيك تجربة بالنسبة لي. التجربة هذه اللي هي سموا هم كان عندهم مشروع السيرك اللي هو أخذوه من فروسية، فسموه يعني من أخذوه من فروسية أساس يعملوا سيرك إنه له علاقة. يعني كنت أنا مثلا سمعوا الموسيقى اللي كنا نعملها، كنت عاملها بفرنسا، سمعوا السي دي اللي كنا مسجلينه كمان عملنا سي دي في فرنسا، كثير عجبهم الموسيقى والأجواء فحبوا يعملوا مشروع فرسة. هو هذا سيرك يعني عالمي كل سنة بيعملوه هم بالكندا، فطلبوا مني بدهم مقطوعات على اساس انه تشارك مع في كان ثلاث راقصين وثلاث احصنه واحنا ثلاث موسيقيين، فكان هو مكون من 9 اشخاص، يعني هم بيعتبروا الاحصنه اشخاص كمان يعني كاركتر طبعا في العرض. فكان 9 كنا عددنا، فكلياتنا شاركنا بهذا السبكتاكل بسموه. كانت تجربه كثير يعني كثير حلوه، كثير يعني بالنسبه لي كانت اكثر من رائعه، انت عارف كيف كان الصدى كثير حلو. نعم يعني كمان انك دخلت القانون بهيك مشروع كثير يعني كثير غريب، والناس ممكن تستغرب انه كيف قانون وسيرك، بس هي نوعيه الموسيقى كمان انه الحصان يعني كان له رقصه معينه مع الموسيقى اللي انعملت، صار يتمرن الحصان كان اسبوع تمرين مرنوا الاحصان على نوع الموسيقى اللي احنا بنعملها. صحيح غريب بس انه يعني بكندا يطلبوا آلة القانون. طبعا يعني هو فن عالمي، موسيقى عالمية بتضلها عالمية. بس أنا يعني حاب بفكر وأنت بتعزف، يعني دائما بنحكي في نقص بالملحن الأردني، في نقص بالكاتب الأردني، وبنحكي عن الأغنية الأردنية، وفي عندنا مواهب، يعني في عندنا عازفين يعني وفنانين كبار، فيعني ليش ما بتلحنوا، ليش ما بتتجهوا للأغنية وبتحاولوا يعني تمارسوا هذا الفن اللي ممكن ينقل الأغنية الأردنية لمصاف أكبر؟ سؤال مهم، سؤال مهم جدا. على كل حال هو أنا بالنسبة إلي مش كتير مهتم إنه ألحن أغاني، يعني ممكن مرة عملت شيء هيك يعني بسيط لصديق لإلي، لكن ما بعرف انا ما بحب الغناء كثير صراحه، مش من الناس يعني ممكن اسمع مغنيين بحب، في مغنيين بحبهم، لكن انا مش من رواد يعني الغناء، بحب الموسيقى اكثر، احب اسمع موسيقى عن جد، احب الف مقطوعات موسيقيه اكثر ما انه اتجه للاشياء الغنائيه. الموسيقى لانه لغه عالم، لغه العالم اكثر من انه الغناء، الغناء ممكن تتعلق ممكن خلينا نحكي بحسب المكان يعني بتحكي لغه معينه او، بس الموسيقى يعني انا بلاحظ انه كمان بالعالم الغربي بيهتموا اكثر بالموسيقى من الغناء. حلو، فكرت بموسيقى بنكهه اردنيه نسميها شوي؟ اخذت ثيم اردنيه يعني اضفتهم باسلوب كلاسيك شوي يعني، بس انه بثيم اردنيه بنفس الروح الشرقيه بس باسلوب جديد انعصبت يعني. ف ممكن هلا يعني هيك بنسمعك شيء هيك انه ستايل سوفت خلينا نحكي، مش انه الاغنيه التراثيه اللي بتكون كثير ثقيله، بتعرف مع الايقاعات يعني بدون ايقاعات كمان هيك بتكون بحب أكثر. نسمع. بس في عنا هنا.
ان شاء الله بنشوف سي دي يعني تاليف موسيقي منك حليم. انا صراحه هلا عندي هيك مشروع لبدي اعمل سي دي لسولو قانون بس اشياء تراثيه. جميل. يعني ببحث له بس هلا طبعا عن دعم وهذا. لا ان شاء الله يعني ان شاء الله بتلاقي كل الدعم. كثير مهم لانه في هلا يعني لسه احنا عندنا ان شاء الله. طب حليم بدي اسال ايش الاله الصديقه للقانون؟ يعني اللي بتحبها القانون اله القانون. انا بحب صراحه العود. العود يعني اذا العود والقانون دقوا مع بعض كثير الصوت حلو. الصوت بيكون كثير كثير بيفرق. هي وتريات ويمكن وتريات لانه العود قريبه من بعض. هذا يعني شوي العود ماخذ بيس اكثر يعني الصوت خلينا نحكي الجهوري اكثر على الواطي. والقانون مكمل الصوت الثاني بس بتحس انه القانون في حنيه بالصوت وفي دفى. انا حبيته اكثر القانون عشان لازم يكون معاه العود عشان يكمل الصوت لما تسمع صوت كثير حلو آلتين مع بعض يعني. بس لحاله هلا ممكن تعمل عليه طبعا اشياء انت كثير مش بحاجه لاي آلة ثانية كسولو يعني وكايقاع ممكن تحس انه كمان الايقاع كثير مهم مع القانون. الايقاع ما بعتقد انه كثير بالنسبه لي يعني هلا هو مهم بس الموسيقى الشرقيه كآلة ايقاعيه تكون موجوده بس انا بالنسبه لي يعني بحب دائما الالات تحكي الموسيقى يعني تحكي الجو بدون ايقاع بالضبط خاصه عن هلا احنا عندنا جوردان تريو. جوردان تريو هلا احنا عود وقانون وكونتر باس ما في آلة ايقاعية وكنا حابين يكونوا معك اليوم بس للأسف انشغالاتهم كانت. إن شاء الله بالأيام الجاية. لا إن شاء الله. كيف بتشوف جوردان تريو كيف بتشوف التيم الجديدة هاي؟ يعني جوردان تريو هو نوال شيء كثير مهم أنا بالنسبة لي يعني بحكي هلا نحن كآلات شرقية خلينا نحكي عربية من الشرق الأوسط من الأردن فبالتالي عود وقانون وكونترباس تجمعنا طبعا عم نازف يعني هي يعني مؤلفات اللي كنت بعملها بفرنسا وفي اشياء كمان اضفتها جديده في ثيم شرقيه اللي هي تراثيه كمان ممكن نحكي تجمعنا على اساس نعمل شيء يكون اكثر يعني له علاقه بالعالميه كمان انه نكون نحن عندنا استعداد انه ننطلق وين اي مكان نعم بدون اي مشاكل بصوره كثير حضاريه بصوره كثير بروفيشنال خلينا نحكي. جميل جدا يعني انا حاب اسمع اكثر وحاب نختم يمكن اللقاء بشيء بتختاره انت ويعني نتمنى لك دائما التوفيق ان شاء الله يا رب. وفي تقرير كمان في تقرير بس بدي اسال حليم بس سؤال قبل سليم. انو اسهل الواحد يتعلم العود اول بعدين القانون يعني كاصعب للعزف انو اصعب القانون ولا العود؟ هلا شوفي لما يكون يعزف عود بكون عنده خلفيه عن الموسيقى اكثر اوكي فبكون اسهل شوي على القانون بس ممكن الانسان يعني اي حدا يبلش قانون بس بكون في صعوبه لانه بده لسه يتعلم المقامات الشرقيه بده يتعلم يعني العود كمان مش آلة مش سهله يعني هي العود بالنهايه كمان آلة والمقامات الشرقيه يعني الموسيقى هي بشكل عام تخصص كثير صعب. صح. الناس ممكن تفكر انه الانسان يعني بيعزف وكذا وانه حياتهم جميله وكذا بس الموضوع كثير تعب. صح. يعني انت يوميا لازم مثلا تتمرن ساعتين لياقه وساعتين تمرين يعني اربع ساعات انت يوميا لازم تتمرن على اي آلة موسيقية لتدخل الاحتراف وتدخل بالضبط عشان تضلك انت بنفس الليفل وتضلك يعني مكمل مش لعبه يعني مش الموضوع احنا اكيد كنا حابين حليم يعني يقعد معنا بوقت اطول لكنه مضطر انه يطلع عندك اكيد ان شاء الله بنشوفه بلقاءات جميله وقريبه ان شاء الله ان شاء الله نسمع منك تفضل. بس قبل ما نسمع يمكن رح ننهي مع حليم ونسيت ألكساندرا تقرير جرش خلينا مع القانون وتابعوا معنا بعد القانون من جرش وضيفنا كمان من جرش تقرير عن جرش إن شاء الله. Thank you.